بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 140 بعد 105 على 1. ففروا إلى الله. نعم. هذا هو الحل. نعم. ما رأيك بأمة الدعوة؟ هذا اسم جديد علي، وأظن أنك تعني اسم قديم. جماعة الدعوة. جماعة التبليغ. جماعة الإسلام. ثاني جماعة تبليغ. نعم. أنا لسه ما اقتنعت أنه جماعة تبليغ حزب، والحمد لله. الحمد لله. ها كويس؟ لكني ما اقتنعت أنها هي الطائفة المنصورة. لما؟ لأنها لا تعمل بالسنة، بالسنة الأرض مسكونة هنا. بارك الله فيك. أنا بدي أرجع هون للشيخ هلا، لأن هو اللي سمعنا الكلمة هي. وبريد ذكره أنه نحن ما في بيننا وبين أي طائفة أو أي حزب عداء أبدا، والسبب أن دعوتنا أشمل من كل دعوة على وجه الأرض. هدون أخوان، هدون تحرير، هدون تبليغ إلى آخره. نحن نقول قال الله قال رسول الله، فمن من المسلمين يستطيع أن يتبرأ من دعوتنا؟ لا أحد، ولكن يتبرأ الكثيرون من دعوتنا. اسمعوا هذه الكلمات المتناقضات ثم وفقوا بينها. أنا أقول لا أحد يستطيع أن يخالفنا في دعوتنا، لكن الأكثرون يخالفوننا، أي لا يخالفوننا دعوة وصراحة، ولكنهم يخالفوننا فعلا ومنهجا وتطبيقا. ونبدأ الآن بسؤالك، وخاصة الشيخنا بجانبي. فنحن نأخذ على جماعة التبليغ هالكليشة المذمومة المختومة هذه، بيكرروها دائما وأبدا بين يدي كل كلمة سيلقيها الملقي منهم. ما سمعت أحدهم حياتي هذه، وقد بلغت كما تروا من الكبر عتيا، افتتح درسه بخطبة الحاجة. بارك الله في عمرك يا شيخ. أليس هذا من السنة؟ نعم من السنة، لكن لا يعتنون بالسنة. نحن عندنا أخبار معلومات أنهم كانوا، ولكني باعتقادي أنهم مع الزمن بدأوا يتعلموا، لكن مش من عند أنفسهم، يتعلمون من جماعة دعوة الحق وهي دعوة الكتاب والسنة. كما أنه إخوان المسلمين بدأوا يتعلموا، لكن مو منهم وفيهم، وإنما من جماعة دعوة الكتاب والسنة إلى آخره. كانوا جماعة التبليغ لما يجتمعوا بدون يأكلوا، جيب ملح يا أخي. ليه؟ بدنا نبدأ بالطعام بالملح، لأن الرسول قال من بدأ طعامه بالملح كان شفاء من 70 داء، وهذا حديث ما أنزل الله به من سلطان. ليش؟ لأنه ما عندنا علم. يعني أنا الحقيقة سئلت في المدينة المنورة وغيرها من البلاد، شو رأيك بجماعة التبليغ؟ أنا بقولكم أنتم جماعة التبليغ، بقولكم بكل صراحة، جماعة التبليغ صوفية عصرية. صوفية عصرية، شو معنى صوفية؟ يعني طريقة. شيخ من المشايخ وجد هناك في الهند
بيعطي طريقة قادرية ونقشبندية وإلى آخر ولا ما تعلمونها. كيف هذا يدعو إلى الكتاب والسنة يقول نجاحنا وفلاحنا بالكتاب والسنة؟ وين السنة؟ وربنا بيقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. وكان نحن كان بكفينا أربع مذاهب، لا إجانا أربع طرق، 40 طريق، وكل هذه الطرق كمان مكتفينا. جاءت دغخة على إبالة، أحزاب سياسية اجتماعية اقتصادية إلى آخره. فكيف بقى فلاحنا ونجاحنا ورئيس الدعوة هذه بيعطي طريقة الفلانية وطريقة فلانية طريقة نقشبندية تقول أن المريد لا يجوز أن يستحضر في ذهنه لما يذكر ربه عظمة الله، وإنما لازم يستحضر شيخه، لأن الشيخ هو اللي بيوصله إلى ربه. ونحن عندنا في الشام طريقة نقشبندية ويضعون صورة الشيخ أمامهم في القبلة وينيرونها بأنوار حتى تتجسد الصورة في ذهن هذا المريد. ماذا يفعل؟ يذكر الله. من يراقب؟ الشيخ. شو بيوصلك أنت إلى الله؟ الله لا يمكن أن تصل إليه إلا بطريق الشيخ. فإذا نجاحنا وفلاحنا يا جماعة هو بدراسة السنة والعمل بها. فإذا كنا كلمة ما منقولها بين يدي الدرس، والرسول كان دائما يقول هذه الكلمة بين يدي دروسه كلها، فكيف بدنا نكون نحن نجاحنا وفلاحنا في حياتنا كلها؟ وبعدين جماعة التبليغ لا يهتمون بتصحيح العقائد. نحن لماذا ندندن في الجلسة وذيك الجلسة وكل هذه السنين الطويلة؟ لا بد من التصفية والتربية، تصفية الدين مما دخل فيه. شيخ جماعة التبليغ لا يقوم بهذا الواجب أبدا، بل هو ترك جماعته كل مين مثل ما بيقولوا عنا بالشام، كل مين على دينه الله يعينه. تفهمون هذه الكلمة؟ نعم. هذا ما بيجوز في الإسلام. وين الدين النصيحة؟ وين تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر؟ وين الجماعة التبليغ بيشوفوا واحد يصلي على مذهب ما بيقول له السنة يا أخي كذا؟ لا، نحن ما بدنا نفرق بين المسلمين. بيشوف المسلم أخاه المسلم يطوف حول القبر قد يشاركه في الطواف، فضلا أنه إيش ينكر عليه. ليش؟ سياسي قال مشان جلبه إلى المنهج، إلى الجماعة، إلى آخره. هكذا دعوة الرسول عليه السلام. قال تعالى في القرآن لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا رسول الله حذره أن يميل إلى المشركين ولو ميلا بسيطا. فالآن إذا رأينا مسلم يطوف حول القبر، هذا أليس إشراك بالله عز وجل؟ كيف نقر هذا؟ هذه سياسة تلتقي مع الكفار ومنهجهم، ومن سياستهم الغاية تبرر الوسيلة. فأنا إذا سايرت الناس الضالين في سبيل تقريبهم إلى الدين، أنا مثلي كمثل من يقدم رجلا ويؤخر أخرى. صحيح قدم للدين رح يصلي، لكن صلاة قلبه معلق بالشرك بالله عز وجل. فليش ما بعلموا العقيدة؟ ونحن نعلم جميعا لا فرق أبدا بين طائفة وأخرى، لأن القرآن الحمد لله محفوظ. أن دعوة الرسل كانت تبدأ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل جماعة التبليغ يبدأون بالدعوة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت؟
هل جماعة أخوة مسلمين يبدأون بهذه النقطة؟ هل جماعة حزب التحرير يبدأون؟ أبدا أبدا أبدا. ولذلك ما في فائدة من كل هذه الحزبيات، وإنما فرد واحد في الدنيا ربنا عز وجل يهدي به الألوف إن لم نقل الملايين، لأنه ماشي على خط وعلى الصراط المستقيم. لذلك نحن ننصح أن لا حزبيات في الإسلام، وأن المسلمين أمة واحدة كما قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. فالأمة الوسط هذه لا يمكن أن تكون إلا بالرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام، فهم القوم لا يشقى جليسهم. وأنا أعتقد في عندك سؤال معلش أفضل سؤالك. أنا أعتقد أن كل هالجماعات دون هل لا نقر تحزبهم وتكتلهم، أكثرهم مخلصون، لكن رؤوسهم المخلصون فيهم قلة، ما أقول أيضا كلهم غير مخلصين، المخلصون فيهم قلة. أنا أعرف أن حزب التحرير ينكر طريقة الحكم بالبرلمانات، والأخوة المسلمون كذلك، فما بال حزب التحرير يوما ما دخل بعض أفراده إلى البرلمان، ثم ما بال حزب الإخوان دخل أيضا جماعات منهم في هذا الزمان، ثم ما بال الأخوة المسلمين يختلفون، ناس بأيدوا الدخول البرلمان وناس بينكروه. تعرفون هذا ولا ما تعرفونه؟ شو معنى هذا الحزب؟ إذا كان الحزب الواحد مختلف بعضه من بعض، وهذه نحن نعرفها من بلاد الشام قبل أن نسكن هذا البلد. آنفا سألني الأخ هنا عن ما ننصح من كتب الفقه، فذكر في جملة ما ذكرت فقه السنة. فقه السنة هذا مألف سيد سابق، وهذا من كبار رؤوس الإخوان المسلمين في مصر، بل كما يقال من حواري حسن بن رحمه الله. شو رأيكم؟ الإخوان المسلمون منقسمون على هذا الكتاب وعلى هذا المؤلف. جماعة عندنا في دمشق الشام في سراياهم التنظيمية المعروفة مشان يتفقهوا في الدين بدرسوا هذا الكتاب، وهذا نصيحتنا لهم. اذهب إلى الإخوان المسلمين في شمال سوريا في حلب، وبتعبير الحلبيين في فصد حلب ودير الزور، بيقولوا لا هذا كتاب ما بيجوز تدريسه، آدم ألف وهابي، وهدون وهدون وشوني أخوة مسلمين ما في عندهم منهج فكري. حزب التحرير يختلف عن هؤلاء، في عندهم منهج فكري لكن في مسائل محدودة، أما الإسلام ككل ما عنده دراسة. وأنا بقول إلى الآن الأخوة المسلمين مضى عليه 60-70 سنة ما أدري على الضبط، ما أخرج الجماعة عالم فيهم حتى يتوجهوا بما يلزمهم من تفسير آية، من معرفة حديث صحيح من ضعيف، من معرفة اختلاف العلماء ما هو الصواب، كما سأل آنفا وين راح هذا الأخ، هذا هو مو بعيد عنا. أي نعم، واحد لسه ما نبع منهم. إذا نشوف أين الدعوات هذه والحزبيات، وعلى ذلك فقس جماعة التبليغ الآن وين العلماء؟ نحن نقول لهم يا جماعة بدل ما تخرجوا مثل اليعسوب واليعسيب من ورائه هكذا، اجلسوا في المسجد تدرسوا القرآن كما قال عليه السلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحطتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لا، ليش؟ لأنه هذا الجلوس في جهاد للنفس، في حصر. ولذلك يقول بعض الناس العلم جاف، صحيح جاف، بده صبر بده جلد. أما أخرج من مكان لمكان، خاصة إذا كانت الأمكنة خضراء
وجميلة مثل أوروبا وأمريكا وهالبلاد هذه، فيأخذون بهذه المناظر ويشغلون عن دراسة السنة. فهات وين دراسة العلم؟ وين الدعوة إلى العقيدة الصحيحة؟ وين تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث؟ أعطيني أخوان مسلمين يعرفون يصلون صلاة الرسول عليه السلام، أعطيني حزب تحرير يحسنون يصلوا صلاة الرسول، من جماعة التبليغ؟ أبدا، كل مين على مذهبه الله يعينه. إذا شو هالإصلاح هذا وشو هالدعوة هذه؟ جماعة التبليغ اسم على غير مسمى يا جماعة. هل اللي بده يبلغ بده يكون رجل عالم؟ ونحن لنا بحوث متعددة مع أخواننا جماعة التبليغ هناك في عمان وغير عمان. نعم. نحن نقول السنة. هل سمعتم يا جماعة التبليغ، هل سمعتم بأن الرسول عليه السلام يوما ما في حياته المباركة أرسل عالما من علماء الصحابة ومعه 10 و20 و30 ممن لا يعلمون؟ ما أظنكم سمعتم بمثل هذا الخبر، لكن لا شك سمعتم كما سمعنا وعلمنا أنه أرسل معاذا داعية إلى اليمن وأرسل أبا موسى معه وقال لهم ناصحا لهم: تطاوع وتياسر ولا تعاسر، أو كما قال عليه السلام. أرسل عليا أيضا إلى اليمن، أرسل دحية الكلبي إلى هرقل إلى آخره. نعم، مصعب بن عمير ما شاء الله. راحوا جماعة القراء 70 قارئ، قراء من نخبة الصحابة الذين قتلهم كان سبب لشرعية قنوت النوازل. 70 قارئ، مش 70 من الصحابة، ما شاء الله. جماعة التبليغ بيطلعوا 10 20 30، أحسن من فيهم لا يعرف يصلي صلاة الرسول عليه السلام. لماذا؟ لأنه ليس عالما، وإن كان يعرف يصلي بقول آسفا ما عرف هذه الصلاة من علمه، وإنما اكتسبه من غيره. لا، يجب أن ينبع العلم منهم حتى يفيض هذا العلم على أتباعهم. هذه نصيحة وذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين. وما شاء الله نحن معكم الساعة 12. العلماء يخرج معهم ويعلمهم. نعم، العلماء يخرج معهم ويعلمهم، لأن هذا الخروج بارك الله فيك اللي صنفتموه أنتم ليس له أصل في السنة. نعم. أما العلماء هم يخرجون، ما الذي جاء بنا إليكم؟ طيب، لكن وأنا لما كنت في دمشق الشام كنت أخرج بسيارة العجوز لوحدي، وقد يكون معي بعض أخواننا كما ترون. أذهب إلى حمص، حما، حلب، اللاذقية، دير الزور وإلى آخره، كلها في سبيل الله. الله يجزاك خير. إيه. لكن نحن نريد علماء، علماء. نعم. إن شاء الله. يلا، هذا الذي نريد منهم. ما نقول نأخذ من كل جماعة. أي خذ من كل جماعة. تطبيق الأخلاق من الإخوان، الفكر، تطبيق التحريرين، السياسة مثلاً في الأمور السياسية. نحن نشوف محاضرة جديدة. أنا محاضرة. ونسير على طريق السلف الصالح. صدق من شاء. وكونوا مع الصادقين. كل خير من كل أحد. نعم. لغاية الآن كل مرة تتحركس بمعنى الموضوع بدون لا شيء، ما في أي أسباب. فهل ممكن يكون في ممكن يدخل فيها الحجب أو السحر أو كذا شغلات زي هاي؟ لا، لكن ظاهر أن الرجل، هذه المشكلة، يجب أن نعرف الرجل. نعم. يعني يخطب ولا يجاب نهائيا؟ لا يجاب نهائيا. طيب. يضع شروطا؟ لابد. ولا شيء. لا، ولا شيء. ما في شروط نهائيا. يعني لو قدمت إليه من أقرب المقربين، لو قدمت إليه
عجوز شمطاء لا. يوافق عليها هي أول شرط. لا بد يا أخي ما يكون في شروط هنا. نظرت انه بده جمال في نفس الوقت دين وجمال. شايف شلون؟ بس يعني يطلب هو تتعرف بس يتنازل عن بعض الشروط. يتنازل عن بعض الشروط هذا هو العلاج. نعم. يعني ائتمارا بقول عليه السلام تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين وبس هربت يداك. وأنا أعتقد أنه إذا قنع بهذا الشرط الوحيد ذات الدين أن الله عز وجل سيكتب له نصيبا جيدا، لأن الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تصور مسلما يبتغي وجه الله في عمل ما ثم ربنا يضع بينه وبينه سد للقرنين. لا تصور هذا. إن تصورت أنت أو غيرك هذا فمعنى ذلك أنك نسبت ربك إلى الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. هكذا الذي ظننته هو الواقع أنه يشترط شروطا، ولذلك توفر هذه الشروط كلها صعب، فلا بد أن يتنازل عن شيء منها ما دام لا يخالف الشريعة. فشرطه بده الجمال، وهاتوا الجمال شيء نسبي. هذا يمكن مثلا هو بده إياها تكون مثلا عيناها سود وشعره أسود نعم. أنا ما أعرف عنه. أنا ما عم أسألك، أما أقول لك يمكن ضرب مثال يعني. هو بفتش ما بلاي مثلا فتاة شعره مش أسود فاحل كستناوي مثلا ما بيعجبه، أو بده واحدة مثلا تكون شقرة وشعره ذهبي ما بتلاقي خاصة بها البلاد، لازم يروح على أوروبا وإلى آخره. إذن وصيتي إله ما دام أنت سائل عنه أنه يتقي الله عز وجل بس، وأنا ضامن أنه يصل إلى هدفه المنشود. يلا خلينا أذن ونصلي. نعم. وهو أمير المجاهدين العرب هناك والحقيقة هو سامع بعض المسائل المتعلقة عن بعض المسائل التي سئلتم عنها، وبلغه يعني بعض ما قيل حول موضوع البوسنة والهرسك، خاصة من الإخوان اللي كانوا هناك وقدموا زائرين، فهو أحب أن يعني جاء خصيصا من هناك عشان يسمع يعرض عليكم الموضوع بكامله ويعني يطرح أو يعرض بعض الأسئلة المتعلقة بالوضع القائم في البوسنة. وقال يعني أحببت أني أنا أخذ من الشيخ حتى يعني نتبين الحق إن شاء الله، وإذا كان في شيء من الخطأ نصوبه أو شيء في شيء من الصواب نؤكده، وإن كان لا هذا ولا ذاك يعني شوف أين نحن ما الخطأ والصواب. بارك الله. أولا الشيخ يقال أبو ماذا؟ أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز. نعم. وتكنى بابنك؟ نعم. ابني الأكبر. هو الأكبر؟ نعم. عبد العزيز. عبد العزيز. نعم. كم سنه؟ الآن تقريبا 20 سنة. ما شاء الله. إن شاء الله هو معك على الخط السلفي. نحمد الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو الآن في باكستان، لا زال يعني كان يجاهد في أفغانستان. نعم. ولا زال هناك. نرجو لك وله التوفيق. تفضل، ماذا عندك؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فهذا اليوم المبارك، ليلة الاثنين 12 جماد الآخر 1413، أي الموافق 5 من شهر ديسمبر لعام 1992 من الميلاد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقني أن آتي إلى هذا المكان ليقابل شيخنا الفاضل الشيخ ناصر الدين الألباني، استفسر منه بعد ما وصلني من الأخبار عن وجهة نظره القتال الذي يحصل في داخل بوسنة الهرسك، ومدى مشاركة إخواننا إن كانوا من العرب أو العجم غير البوسنيين الذين هم تحت قيادتي أنا أبو عبد العزيز في البوسنة والهرسك، فأحببت أن آتي إليه واستفسره عن صحة هذا القتال، أو بمعنى آخر، هل نحن فعلا نجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله؟ وهل جهادنا في هذا المكان تكون لنا ثمرة يوم نلقى الله سبحانه وتعالى، يوم نتمنى أن نكون مع النبيين والصديقين بجوار ربنا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى على ذلك، وحسن ظننا بربنا ذلك أنه سيحشرنا مع هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويثبتنا على ما نحن عليه، والله أعلم. ونبدأ مع شيخنا هذا السؤال. عندما بدأت الأحوال والحروب في دولة البوسنة والهرسك، ذهبنا هناك وبدأنا الجهاد، فإن شاء الله أعطيك بالتفصيل. ولكن في الأيام الأخيرة، أي تقريبا قبل 15 يوما، علمت أن هناك شريط تكلم أحد الإخوة الذي هو اسمه أو كنيته أبو غسان، أتى عندكم واستفتاكم في الجهاد العسكري القتال في البوسنة والهرسك، ومدى تطابقه مع الجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك من الأمور. فكانت هذه بعض الأشياء التي ذكرت من قبل الإخوة الذين أتوا للجهاد، ولم يأتوا معهم بالشريط حتى أستمع وأعرف الكلمات التي ذكرت حتى أستطيع أن أتنبه، فأتيت هنا حتى ألتقي بكم. والأمس أخذت الشريط من أحد الأخوة هنا واستمعت إليه، ووضعت بعض النقاط التي ذكرت وبعض رأيكم أو فتواكم في هذا الموضوع، موضوع الجهاد القتال في البوسنة والهرسك، والدور الذي يجب أن نلعبه أو الدور الذي يجب أن نطبقه هناك في البوسنة والهرسك. ومن ضمن أبو غسان، حسب ما علمت من الشريط، فهنا غسان كما أتذكر أنه أتى قبل 4 أشهر مرسولا من مؤسسة الحرمين في مجال الدعوة داخل البوسنة والهرسك، ولله الحمد منا أن مؤسسة الحرمين فعلا قامت ولا زال تقوم بشؤون الدعوة هناك. الحمد لله. وذكر بعض الأشياء التي هي في صدد الدعوة، ولكنني هنا لست بشرح الأمور الدعوية لأنني مختص في أمور القتال والجهاد في سبيل الله إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. من بعض الأشياء التي ذكرها أن هناك جيش جبهة للعرب
سمى COT وهذا اسم خطأ، وهي ليست جبهة للعرب وإنما هي جبهة أو جيش باسم TO، وسأشرحها إن شاء الله تعالى. من بعض الأشياء ذكرها أنهم يفتقرون النصر الشرعي، ولا أدري ما يقصد بذلك. وذكر أيضا أن هناك قوات مسلمة تعدادها 300 رجل لا يزيد عن 300 رجل. وذكر أن من ضمن الأشياء التي ذكرت أن القتال هناك ليس فيه بعض الأشياء الضرورية أو الفرائض، لا تقام الصلاة، وأن هناك بعض المنكرات. ثم سمعت صوتكم شيخنا وذكرت أن الدماء ستراق هدرا لوجود الدول النصرانية حول المنطقة، وهي نقطة في بحر من الكفر والضلال. هذه كلمة نريد أن أستفسر منها إن شاء الله تعالى. وذكرتم أن الجهاد هناك يجب أن تكون عن طريق الدعوة وليس عن طريق القتال. وذكرتم أيضا أن المعركة غير متساوية، ويجب أن تكون الدعوة فقط وليس السلاح. وهذه بعض النقاط التي تهمني وأتيت من أجلها. فأحب أن أضع بعض التشريحات أو مقدمات لهذا الموضوع. كما تعلمون أن البوسنة والهرسك كانت مستعمرة من قبل الدولة الصربية الحزب الشيوعي مدة 40 أو 50 سنة، وكانت تمنع أي نشاط ديني خلال هذه الفترة إلا في الفترة الأخيرة، وكانت تشجع الشباب خاصة لمنحهم حرية تعاطي المنكرات منها الخمر والنساء وغير ذلك. فهذه كلها أشياء تأثرت في الشباب خاصة، وقليل من الشيوخ، لأن الشيوخ كانوا محتفلين بأدائهم للصلوات في المساجد، ولكن قلة قليلة ربما لا يصل في بعض الصلوات الفرائض العدد المصلين بين 4 إلى 5 أشخاص خلف الإمام. وربما كما ذكر لي أحد أئمة المساجد أنه أمضى سنتين في إحدى المساجد في القرى، والقرى هناك يعني عدد سكانها ربما يصل إلى 1000 أو 2000. فكان يقول أنه كانت هذه القرية قرية مسلمة، فأمضى فيها أكثر من سنتين لا يصلي فيها إلا هو فقط، وعاد الصلاة الجمعة كانوا يحضرون بعض الشيوخ. ومن ضمن الأشياء أن كانت بعض المساجد قفلت ثم فتحت كبارات أو كمعارض نبتي، ورأيت إحدى المساجد لا زالت موجودة في مدينة ترابنك، مسجد قديم ولا زال مكتوب باللغة العربية أو التركية بعض الكتابات فيها. وهذا المسجد انقلب إلى معرض للألبسة النسائية والنبتية والأشياء غير ذلك. فهذه السنوات كفيلة بتغيير، أو كل من نجده شابا يبلغ من العمر 40 أو 50 سنة فهو ولد في هذه الفترة العصيبة. فكل هذه كانت من ضمن المسائل التي واجهناها. وكان ولله الحمد منا أن لم نجد شابا إلا وهو يفتخر أنه مسلم، فهو يقول أنا لازلت أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن أبي يصلي، أو أن عائلتنا من المسلمين وهكذا. ولكن لم نكن في بداية الأمر نرى منهم الاهتمام لأداء الصلوات. فبداية ذهابي كان هناك قبل الحج من عام الماضي 1412، عندما علمنا أن الكفار من الصربيين يقتلون أخواننا المسلمين لأنهم مسلمين وليس لأنهم بوسنيين. فذهبت أنا وأربعة آخرين لنستطلع الأمر لما لي خبرة ولله الحمد منا في أفغانستان.
فهل نستطيع أن نجاهد هناك أيضا؟ هل نستطيع أن ندافع عن المستضعفين؟ وكنا نرى في التلفزيون ما رأه كثير من المسلمين من تشريد للنساء والأطفال، ورأينا أيضا أن بعض الجثث ذبحت وهي جثث للمسلمين، وأن هناك مقابر جماعية للمسلمين دفنوا إما بعد ذبحهم أو بعد وضع قبلهم بوضع صليب على صدورهم وتركهم حتى ينتهوا وهم صدورهم تدمي من الصليب، وكذلك النساء وبقر بطونهم أو اغتصابهن. فهذه كلها أغلبنا النخوة الإسلامية التي يجب أن نحس بها والله الحمد. فذهبنا فوجدنا فعلا أن هذه هي قليلا من الحقائق التي شاهدناها في التلفزيون. ثم دخلت وقابلت عدة أفراد أو رؤساء بعض المساجد، وتحققت أنه فعلا لابد من عمل شيء نستطيع نحن الشباب. فتركت هؤلاء الإخوة الأربعة ورجعت إلى بلدي، ثم كونت لنفسي بعض جمعت لنفسي بعض المبالغ البسيطة نستطيع بها نشتري بعض السلاح لأنفسنا ونذهب إلى الدافع مكان القتال. أحب أن أعطيك الفكرة البسيطة عن البوسنة من ناحية سكانها. طبعا السكان أكثر الأكثرية 60% تقريبا من المسلمين، والباقي 40% منهم النصارى. النصارى قسمان، قسم يسمى صربي وهو كل من يدين لدين النصرانية الأرثوذكسي، والشعب الآخر أو القسم الآخر منهم النصراني ولكنه يدين بدين الكاثوليك. فهناك كل من يدين بدين الكاثوليك يسمى كرواتي حتى وإن لم يكن له على أي علاقة بدولة كرواتيا. وكذلك الصربي، كل من يدين بديانة الأرثوذكس فهو صربي حتى وإن لم يكن له أي علاقة بدولة صربيا. فكل فإذا قلنا هنا أو يقال في بوسنة هرسك أن هذا كرواتيا أو صربي ليس معناه أنه من دولة صربيا. فعندما دخلنا هناك وجدنا أن هناك جيشان في حكومة البوسنوية. الجيش الأول يسمى بالحروف اللاتينية HBO، فهؤلاء أكثرهم من النصارى وقليل من المسلمين. هذه الأحرف رمز طبعا، رموز لجملة يترجم ماذا ولا أدري بالضبط، ولكنهم يعني كرو هيبيو، لكن الرمز هذا أصبح معروفا أنه لأكثرهم كروات وقليل من المسلمين، وتدعمهم دولة كرواتيا أكثر شيء، ولكنهم جيش يقولون أنهم جيش البوسنة للدفاع عن البوسنة ضد صربيا. وأيضا من ضمن النصارى هؤلاء صربيين، والمسلمين بينهم يقاتلون معهم. الجيش الثاني، عفوا نقف هنا قليلا، هؤلاء فعلا يدافعون عن البوسنة والهرسك؟ سنأتي إن شاء الله ونشرح كيفية كل يعني الجيش، كل جيش كيف يعمل وماذا يعمل. فضل. ثم وجدنا هناك جيش آخر يسمى أو الحروف المختصرة لهم PO، فهؤلاء أكثرهم من المسلمين وقليل من النصارى، والنصارى هؤلاء يتكونون أيضا من الصربيين أو من الكروات. فعندما ذهبنا هناك بحثنا عن أشخاص آخرين نستطيع أن نقاتل معهم، فوجدنا أن بعض الأئمة المساجد الذين تخرجوا من الجامعات الإسلامية إن كانوا من الدول الخليج أو من دول عربية أخرى مثل مصر أو أردن أو من الجامعة الإسلامية في العاصمة للبوسنة والهرسك التي تسمى الآن سراييفو، كانت هناك جامعة إسلامية. فهؤلاء الإخوة وجدوا أنهم في مكان غير مناسب لم يرضى الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء المسلمين الذين في جيش هيبي أو جيش تي أو
لا يترددون في تعاطي المنكرات من شرب الخمر ومصاحبة النساء وغير ذلك، وإذا لم نرى فيهم المحافظة لأداء الصلوات الخمس وغير ذلك من الأمور الشرعية، ولكنهم نرى فيهم الخير أنهم يستمعون إلينا، أو إنهم عندما يجدون مثلنا يرحبون ويقدمون لنا الواجب الضيافة وهم كرماء أيضا. يعني هذا خلينا نسميه الآن الجيش الثالث. الجيش الذي نحن ذهبنا إليهم تسمى القوات المسلمة. هذا هو الجيش، ليس عندما ذهبنا ليس لم يكن هذا جيش ثالث، ولكنه جمهور أو بعض أناس أرادوا أن يقاتلوا قتال ضد الطغاة للدفاع عن الإسلام والمسلمين. طيب معترف فيه من قبل حكومة البوسنة والهرسك؟ الآن هذا حصل، هذا حصل هذا ولله الحمد منا. طيب. ونذكر لكم أسبابها. فعندما ذهبنا فانضمينا مع هؤلاء الإخوة، فكان ولله الحمد ترحيبا منهم كثير، ترحيبا جيدا، وقدموا لنا كل التسهيلات من بيوتهم ومن أماكن تواجدهم، وبدأنا مساندتهم وتعليمهم عن كيفية الأداء الواجب وأيضا كيفية الصلاة، لأنهم كانوا يصلون ولكنهم لا يدرون كيفية الصلاة أو الطهارة وما شابه ذلك، وبالإضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم. وبدأنا معهم بشكل خطين متوازيين، القتال معهم ضد السرب والدعوة والإرشاد في صفوفهم وبين السكان الذين يسكنون معهم. وكانت ولله الحمد والمنة أنه خلال 15 يوما نجد أن الشباب بدأوا يلتجئون إلى المساجد ويصلون الصلوات الخمس، حتى أن نجد في بعض المساجد 4 صفوف تمتلئ من الشباب في صلاة الفجر، وهذا خير كثير رأيناه بأنفسنا. لا شك. هذا في أي منطقة؟ في مدينة اسمها ترابنك، تبعد عن العاصمة كم؟ حوالي 75 كيلومتر. العاصمة دخلتوها؟ العاصمة لم نستطع أن نصلها، لأن قمنا بعملية مع قوات المسلمة، فهناك جيش مدجج بجميع الأسلحة من الصربيين وعدة خطوط، حتى أننا حاولنا الاقتحام فقتل مننا 8 من الإخوة غير البوسنيين، ومن البوسنيين 2. في هذه المعركة، بعد المعركة هذه أعلنت إذاعة لندن BBC أن كانت هناك معركة، أكبر معركة من وقت ما بدأ القتال بين المسلمين والصرب لمحاولة إيجاد ثغرة للوصول إلى الداخل، وأن العرب وأن المجاهدين العرب اشتركوا في هذه المعركة، وبلغت إعدادهم 5,000 مجاهد، وعدد القتلى من المجاهدين العرب 12، ومن الصربيين لم يحصى عددهم، هذا من الإذاعة، ولكن لم نكن بهذا العدد الكبير، حتى أننا كنا بضع يعني مئات فقط، لم نبلغ 1,000 بعد. والله الحمد لله كان لنا هذا نجاح، وإن لم نستطع تحقيق هدفنا هو فتح طريق لغيره. فعند نرجع للموضوع من حيث معرفة الواقع، العاصمة الآن تعتبر يعني محاصرة؟ لا زالت محاصرة من قبل الصور. نعم وتحاول الأمم المتحدة بكل جهدها إيصال المعونات للمسلمين هناك في داخل البوسنة بطريقة الطائرات أو بطريقة البر بالقوة، وقد تمكنت بعد اتفاقيات، وحسب ما علمت أن كل المساعدات التي تأتي إليهم توزع بالتساوي، يعني النص للصرب والنص للمسلمين، للصرب المعتدين المعتدين. نعم حتى يستطيعوا فالمهم عندما ذهبنا هناك سألت هذا السؤال لأنه فهمنا منه أنه فيه صرب لقاته الجيش البوسنوي، نعم.
فأنا من باب يعني حسن الظن تساءلت السؤال وإلى للأعداء أيضا. الله أكبر. نعم. ثم بدأنا في تدريب تدريب الشباب البوسنوي من القوات المسلمة، وبلغت عدد القوات المسلمة 9 فصائل في خلال وجودنا. فهؤلاء 9 فصائل يرأسها رجل إمام من أئمة المسلمين، كل فصيل بين 100 إلى 150، ولكن كان عدد الذين المسلحين حوالي 50 الثلث، وعدد الفصائل بلغ حوالي 9. فاجتمعوا هؤلاء الأمراء فصائل واتحدوا فيما بينهم ووضعوا لأنفسهم أميرا، فهو الأخ الفاضل محمود كرليتش، وهو من خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. محمود إيش؟ كرليتش، يعني من بوسنة. في بوسنة نعم، كلهم هؤلاء بوسنين. أيوة. اتصال فصائل. فأميرهم الأخ محمود كرليتش، وهو خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كلية الحديث، وهو الرجل نعتقد ذلك عقيدته سليمة، وهو بنفسه بين لي أنه حتى أنه يقول أنهم هؤلاء البوسنيين يقولون أنني وهابي وغير ذلك، ولكنهم لا يجدون أي عداوة من البوسنيين، أو نحن لله الحمد منا لم نجد أي نفور أو تردد في قبول ما نقوله معهم. يعني خلاف الواقع في أفغانستان. خلاف الواقع في أفغانستان نعم. طيب. بالإضافة أننا عندما ذهبنا وضعنا الشرط